السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية يا سادس. اليوم راح ناخد الدرس الأول من الوحدة الثانية، خدمة نباتات الزينة. طبعا كلياتنا بنحب نكون عندنا حديقة، وحديقتنا تكون مرتبة وفيها نباتات زينة. لكن هاي النباتات الزينة كغيرها من النباتات تحتاج لرعاية وخدمات وعمليات زراعية مختلفة حتى إنها تنمو وتنجح أو تنتج جيدا وتصبح عملية الإبار أفضل. طبعا تشمل خدمة النباتات الزينة أول إشي العزق، التسميد، الري، تأمين احتياجاتها من الضوء والحرارة والرطوبة. عزق النباتات وتعشيب. التعشيب من العمليات الضرورية لخدمة النباتات الزينة الداخلية والخارجية، يؤثر إيجابيا في نموها وتكاثرها. شوي رح نحكي كيف بيأثر إيجابيا. وللتعشيب عزق، والعزق دور مهم في نمو النباتات. تعرف عملية التعشيب بأن أعشاب مرغوب فيها من جذورها لكي تحصل النباتات على الغذاء من دون منافس. تجري عملية التعشيب باليد. إذا هنا بدنا نعرف شو يعني عملية التعشيب. هي قلع الأعشاب غير مرغوب فيها من النباتات من جذورها. مثل ما حكيت هون إنه يؤثر إيجابيا في نموها. طبعا هلا أي عشبة حوالين هاي النبتة رح تاخذ المي ورح تاخذ الضوء ورح تاخذ منها الماء والغذاء. فلهيك التعشيب مهم، لأنه بقلع الأعشاب الغير مرغوب فيها هيك تحصل النباتات على الغذاء والماء دون منافس. أما لق طبعا قبل عملية التعشيب بتصير باليد أو بواسطة أدوات الزراعية مثل المنكاش أو المجرد. أما العزق فهو تفكيك سطح التربة بعمق 2 إلى 7 سنتيمتر لجمع التراب حول سيقان النبات زيادة بيتها. تمام، في هون عندنا نشاط او تمرين راح نتبعه بيوضح طريقة التعشيب الصحيحة. 1، راعي متطلبات الصحة والسلامة العامة، وذلك بارتداء ملابس العمل والقفازين كما في الشكل. 2، جهز المواد والأدوات اللازمة للعمل. 3، تأكد من أن الأرض رطبة قبل بالتعشيب لتسهيل عملية قلع الأعشاب. 4، أزل الأعشاب المحيطة بنبات الزينة باليد كانت صغيرة أو سهلة القلع. 5، خلخل التربة حول النبات بواسطة المنكاش أو الفأس أو المجرفة، واترك المسافة بينك وبين زميلك في تنفيذ العمل، وبعد ذلك اقطع الأعشاب من جذورها لكي لا تنمو مرة أخرى. 6، اقطع الأعشاب منها بعيد من المزروعات مثل هذا الشيء هون. 7، نظف الأدوات المستخدمة وضعها في مكانها المناسب واترك المكان نظيف. 8، اغسل يديك بالماء جيدا والصابون بعد الانتهاء من العمل دون اسراف. طبعا يا سادس بامكانكم انكم تنزلوا على حديقة المنزل. هذا التمرين بيحكي لك انه اذا كان في حديقة او نباتات زينة في المنزل او في المدرسة انه نحاول بعملية التعشيب نساعد هاي النباتات الزينة حتى انها تنمو وتصير احلى وتنتج جيدا. فإذا كان عندكم بالبيت حديقة، انزل انت اخوان او اهلك ساعد اهلك بالتعشيب. وزي ما حكينا بالنشاط اللي او مرين البل حكينا عن خطوات، فرح تدل اخوانك او اهلك هاي الخطوات ورح تساعد نباتات الزينة حتى انها تنمو وتنجح عندكم بإذن الله. هون يا درسنا، بتمنى انكم تكونوا استفدتوا من هذا الدرس. وواجب عليكم اسئلتي على الدفتر هي علامة المشاركة للطالب. بتمنى انه يكون كل طالب او طالبة معاها الدرس. خلال الاسبوع رح امره اخذ الدفاتر واحط عليهم علامات المشاركة. يعطيكم الف عافية.